مساء الخير أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. جيناكم اليوم بحل موضوع بكالوريا 2018 لغات أجنبية الشعر الديني لأحمد شوقي. الدرس راني شرحته، اللي ما شافش الدرس راني حندير له الرابط اللي تحت يشوف شرح الدرس ويشوف حل بكالوريا 2010، خاطر طاح هذا زوج مرات في الباك برك، وبعدها يجي يكمل يحل معنا هذا الموضوع. أنا نفضل لو كان تحل الموضوع قبل ما تشوف هذا الفيديو، دونك شوف هذا الموضوع امبريميه وحلو وحدك، بعدها اروح حاول معه. نقرا لكم القصيده. قال احمد شوقي في همزيته: يا من له عز الشفاعه وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. شكون هذا المقصود اللي عنده الشفاعه؟ شكون هذا الانسان اللي عنده ومخصوص بالشفاعه وهو منزه، منزه عن الخطا، وما له شفعاء؟ يعني هو يشفع للناس وحتى واحد ما يشفع له، وهو في نفس الوقت منزه. واضح من البداية أن الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مدائح نبوية. من البيت الأولاني: عرش القيامة أنت تحت لوائه، عرش الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم تحت لوائه، والحوض الرسول يوم القيامة، من الأحاديث على بالنا اللي عنده لواء الحمد، يسموه لواء الحمد، والحوض أنت تحيا له السقاء. ومعروف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، هي حوض يسموه الكوثر، يشرب منه كامل المسلمين. أنت حياله السقاء، يعني هو اللي يسقينا، لهذا يقولوا إذا شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. السقاء هو اللي يسقيك، يعني هو اللي يعطيك تشرب. هنا وش يذكر واللي كانت لاحظت في البيت الأول والثاني، راهو يعدد في خصال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم القيامة ماشي الحالية، ماهوش يهضر على الأخلاق ديالو ولا كيما في القصيدة تاع 2010، هنا يهضر مناقب النبوة يوم القيامة. تروي وتسقي الصالحين ثوابهم، دونك شكون اللي يشرب؟ الصالحين ثوابهم، يعني مقابل واش داروا في الدنيا، مقابل الخير اللي داروه في الدنيا، مقابل الاستقامة ديالهم. والصالحات كذلك، يعني يسقي الصالحين والصالحات. ذخائر وجزاء، يعني الذخيرة هي حاجة اللي خبيتها، وجزاء هو المكافأة. مقابل وش خدمه؟ الآخرة، الجزاء يكون في الآخرة. ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى؟ الطوى هو بات طويا، يعني جيعان ميت بالجوع، كرشو فارغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يساكري فيه، كان يبات جيعان. لمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا من أجل هذه المنزلة في الآخرة، لأنه هو الشفيع، هو صاحب الحوض إلى آخره. المنزلة تاعو الكبرى راح تكون يوم القيامة. لمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى، وانشق عن خلق عليك رداء. الخلق هو ماشي الخلقة، شوف بالفتحة، القيدم، الثوب كي يكون قديم مهترئ يتقطع، شفت الثوب كي يقدام يولي يتقطع، تمسو يتقطع، هذاك اسمه ثوب خليق. وانشق من خلق عليك رداء، او يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الدنيا وانه زاهد فيها، وانه حوايجه كانوا يتقطعوا من قوه قدم. علاش؟ لانه ما كانش يهتم بزاف بالدنيا. علاش؟ لانه في يوم القيامه عنده منزله كبيره، هو كان لاتي بالمنزله هذيك اللي كان يخدم عليها في الحياه. لي في مديحك يا رسول الله عرائس، عرائس يقصد بها القصائد ديالو. علاش سبها بالعرائس؟ لأنها جميلة كالعروس، مهيئة منمقة مزوقة ماكيي. شتي العروسة كيفاش تضرب ست شوية على الماكياج برك، تخرج 4 تاع الصباح تجي على 12، هما قاعدين يوجدوا فيها. هو يقول أنا القصيدة تاعي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هكذاك، هيئتها ووجدتها وزوقتها. لي في مديحك يا رسول الله عرائس، تيمن فيك وشقهن جلاو. التيمن هي البركة، وكأن شاعر راهو يتيمن بالقصيدة بمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتقرب دايرها في باله باللي هذه من أعظم حسناته. هن الحسان، هن تعود على عرائس، حسان يعني شابين، قولوا امرأة حسناء يعني جميلة. فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. قالوا شوفي، أنا الأمنية تاعي، هو الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مجازي. فإن قبلت تكرما فمهورهن، علاش؟ لأن اسمها عروس، والعروس عندها مهر هدية. قال وشنو هي المهور تاع هذه القصائد؟ شفاعة، يعني هو يرجو بهذه القصيدة ديالو
اللي هو يكتبها في النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجزاء تاعو يكون أن يكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم من أفضل حسناته، من أفضل قرباته، ولهذا هو يرجو الشفاعة إزاء ذلك وهو مقابل ذلك. أنت الذي نظم البرية دينه، دين النبي صلى الله عليه وسلم نظم البرية، النظم هو الشعر، شيء منظوم مرتب مستف، لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو نظم البرية، نظمها وهيئها. وماذا يقول وينظم الشعراء؟ يعني هنا راهو دايم يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي جاء فنظم البشرية وهيئها وهيكلها وسجمها وعلمها الأخلاق. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يعني المصلحون وكأنه أصبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الإصلاح الذي جاء بعد النبوة هو من مشكاة النبوة، يعني الأخلاق والإصلاح خرجت من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنت اليد البيضاء، أنت السابقة، أنت القدوة، أنت اليد العليا. كيقولوا إنسان عنده يد بيضاء على فلان، يعني عنده مزية عليه، عنده خير، عنده سابقة عليه. أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة، هنا بدا يهضر على القوم ديالو، بدا يشكي وش بيهم القوم تاعو. شفت هنا كامل حتى التسعة كان يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنايا بدا يهضر على القوم تاعو، ما بهم ضعاف. أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء، أو يلقى عليك رجاء، راهم في أزمة، راهم ضعاف. أدار رسول الله أن نفوسهم، وكأنه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفس أو يفرغ في قلبه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ في قلبه، قلوا على بالك باللي الأمة تاعك راحت فيها وراهي متفرقة وراهم شي خدموا وراهم معفونين مضقلصين ما همش نقيين كما قلت لهم، راح يشكي له كاع المشاكل اللي عندنا. أدار رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء، يعني الناس تبعت الهوى والأهواء، متفككون، مشكل تاني هو متفرقين، فما تضم نفوسهم ثقاتهم، ما كانش ثقة بيناتهم، ما كانش في النفوس فارغة غير الحيلة، ولا جمع القلوب صفاء، ما كانش صفاء كاع يا حسرا، رقدوا، شو الصفة الثالثة، راقدين، وغرهم نعيم باطل ونعيم قوم في القيود بلاء، يعني غرتهم الدنيا، طماعين، ظلموا شريعتك التي نلنا بها، يعني ما خدموش بالدين، ما لم ينل في رومة الفقهاء، يعني هذيك الشريعة اللي طلعتنا هملوها، مشت الحضارة في سناها واهتدى في الدين. هنا يصف الشريعة أنه كانت يوم في يوم الأيام الشريعة الإسلامية بها بنيت الحضارة، واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء، والناس مشوا بها قرون وقرون واهتدوا بها وسعدوا بها في الدنيا والآخرة. هكذا يقول بعد في البيت الأخير، صلى عليك الله يا ما صحب الدجى الليل هاد وحنت بالفلا وجناء. هنا يا البيت الأخير هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يختم بها القصيدة، رب يقول صلى الله عليك ما بقي الليل، ما صحب الدجى هاد، صلى عليك الله ما صحب الدجى هاد، يعني ما دام يسافر واحد في الليل وحنت بالفلا وجناء، اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تتابعت الأيام والليالي، يعني دائما أبدا بلا نهاية. هاو شو القصد بهذه العبارة؟ هاي القصيدة راهي مشروحة، من المفروض أنت تتوقف هنا، أنا شرحتها لك، تروح تحل الأجوبة بعدها تواصل معايا. هاي نروحوا للأسئلة، من المخاطب في هذه القصيدة؟ عبك بعد ما شرحت لك القصيدة قال الأسئلة هذه راح تجيك سهلة، صاي باسكو الواعد نهار الباك سيتفهم القصيدة، هاي المشكلة. وأنا ديما نقول تلاميذ تاعي نهار الباكالوريا احكم القصيدة تاعك، شوف شكون قالها، أحمد شوقي يعطيك إشارة، زيد ضربت الله هنايا، شوف المعلومة هذه هنا ما كاين والو، هالمعجم هذا يساعدك، شوف أنا السقع طوال جوع الخالق البيلة، ها شكون واش كنا نقولوا؟ كنا نقولوا دائما الفوقا كاع راك لقيتو مشروع هنا، زيد تشوف الاسئله بالك تعاونك على الفهامه، من المخاطب في هذه القصيده، ما مقصود الشعر بيت ثاني، ما العرائس التي اهداها، نسب الشعر صفه لقومه، او قال لك باللي او هضر مع قومه،
زدت شوف التقويم النقدي إلى أي مدى يعكس النص. أحمد شوقي من رواد النهضة الأدبية، تتلمذ على فوق لك من رواد النهضة كلاسيكي، من رواد الإحياء والبعث أو مدرسة كلاسيكية، إلى أي مدى يعكس النص ذلك من الاتجاه الأدبي قلنا كلاسيكي، اذكر رائدين من الجديد. هنا في الأسئلة ما كاينش بزاف إشارات للموضوع، واش تروح دير موراها؟ تروح تسيج بدل الأفكار الأساسية كما دريك أنا الآن، أنا شرحت لك كلش. كاين يوم تكون في البكالوريا احكم النص تاعك، ما تقعدش تقرا فيه، انا نقول التلاميذ تاعي في الافواج ما تقعدش تقرا فيها كامل فوق لتحت، التلاميذ كيفاش يقراو النص؟ يبدا يحكم بواحد زوج ثلاثة أربعة 10 16، يقعد غير يعاود، كي تقعد غير تعاود ما راحش يتحسن الفهم ديالك، هتبقى تعاود وتبقى هي فلو. وعلاش؟ خاطر قراءة إجمالية. إذا راك حايب تفهمها قسمها مثلا بيت زوج ثلاثة، أسيدي كتلة أبيات، ماشي لازم التقسيم تاعك يكون صحيح، المهم راك تفهم بشوية. كي نحكم هادوما نبقى نعاود فيهم نفهمهم، نبقى نتعمق، وكي نجوز نشوف كي كلمة ما فهمتهاش سقع سطر، ما تحنش عليه السوجي تاع الباك، سطر كي تعاود تقراه شوف السياق. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، وابدأ مش معناتها سقاء يسقي سقاء تروي وتسقي الصالحين، ها هذه شرحها. شكون هو السقاء؟ هو الذي يروي ويسقي. لاحظت بلي من سياق تقدر تفهم كلمة، أو كان تضرب طلابك تحت تلقاها مشروحة. مام هذه مش الشرح ديالها صيغة مبالغة في السقي، ثم ما درنا والو، سقاء يسقي السقاء، ما شرحوهاش مليح هذه، المفروض يعني يبدلوا المصطلح هذايا. ولكن معليش، روح زيد سطر على الكلمات. بعد في النهاية إذا فهمت كاع الأفكار ولا فهمت 80% من الأفكار، هذا موضوع مليح. وبعد واش تروح تزيد دير؟ روح للنطر كيف كيف، موضوع تاني، زيد قراه، اضرب طلع الأسئلة بلاك يعاونوك. ها هاد هنا هاد السوجي هدايا راهو بيع. شوف السوجي تاعنا الأولاني ما كاش فيه إشارات، هنا قالك لي المعلم مهام نبيلة في حياة الفرد والمجتمع. شوفوا قرينا النص ولا مازال؟ مازال ما قريناش النص، بصح على بالنا على واش يهضر من خلال الأسئلة، أو يهضر على مهام المعلم في حياة الأفراد والمجتمعات. لاحظت زيد تقرأ تقويم نقدي وهكذا، أقرأهم في زوج، زيد سي خرج الأفكار الأساسية تاع هذا النطر. شوف قسم وحده إلى أفكار، قسم إلى فقرات، كل فقرة دير لها فكرة، ومن بعد شوف اللي فهمته أكثر هذاك هو السوجي تاعك المناسب، هذاك هو الموضوع المناسب. هذا مثلا إذا قريته وحدك وما قدرتش تخرج الأفكار ديالو، هذا ما تقدرش تجيب فيه نقطة مليحة، خطيك منه. اللي النص، نعاود النص اللي تقدر تنجح باش تخرج الأفكار الأساسية تاعو هو نص مناسب. النص اللي ما تقدرش تخرج الأفكار الأساسية ما حش تدي فيه مليح، تما كي طير لتما دير 11-12. هاي عندو كان جاوبو ديريكت على الأسئلة. من المخاطب في هذه القصيدة وبما خصه؟ واضح تماما أنه المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه بالمديح والثناء. من هذه الأوصاف التي ذكرها تقدر تجبد، لأني شرحت لك الآن أن له فضل الشفاعة، أنه شفيع الأمة يوم القيامة. خلاص الأول، وبما خصه أحمد شوقي صحيح. ما مقصود الشاعر في البيت الثاني، ومن أين استمد ذلك؟ ما مقصود الشاعر في البيت الثاني؟ هيا نروح البيت الثاني. قال في البيت الثاني: عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة تحت العرش يحمل لواء الحمد، وأن له حوض يقف أمامه ويسقي الصالحين من أمته شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من أين استمد ذلك؟ استمدها الشاعر من ثقافته الدينية، من الأحاديث والآيات. أقل شيء حافظ سورة الكوثر، ما تقول ليش برك ما تعرفش سورة الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر، جابها إنا أعطيناك الكوثر، تذكرها. قال استمدها من ثقافته الدينية أو نزعته الدينية، وخاصة مذكورة في مثلا سورة الكوثر. مش لازم عليك تعرف الحديث هذاك اللي مذكور فيه الحوض وهذه التفاصيل اللي هو الحمد، لكن على الأقل تقول سورة الكوثر، ولا قلت لي مستمدة من القرآن والسنة وثقافته الدينية، يكفي هذا. ما العرائس التي أهداها الشاعر للمخاطب والمهر المرجو؟ هاي نحوسوا على العرائس، عرائس 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 القرقوس، تشوفوا لهم عرائس القرقوس بكري، لي يعرف عرائس القرقوس نعطي له كابريسا. لي في مديحك يا رسول الله عرائس، عرائس وش المقصود؟ قلنا كي كنا نشرح قلنا يقصد بالعرائس هي القصائد المدحيات أو المدائح التي مدح بها
الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالعروس. دونك قال ما المقصود بالعرائس؟ خلاص قلنا هو المهر المرجو منها، المهر هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة مقابل أو إيذاء المدح الذي مدحه به. نسب الشاعر صفات لقومه، حددها وراي صفات لقومه، 9 وقيل، لا 10، هنا 10 بدا قومه. ما هي الصفات؟ شوف واش نشوفها، نشوف السؤال اللي موراه باش ما ندخلش فيه، ما يصراش اكسيدون. قالك نسب الشاعر صفات لقومه حددها، شوف قالك حددها هنايا. دوك نروحو نجبدو كاع الصفات بالتفصيل. هنا التلاميذ يكونوا بزاف ضبابيين، بزاف ما يحددوش، كيقول لك 6 الاسئله دقيقه في العربيه، لازم تبدا كاع الاوصاف. وما الدلاله النفسيه التي توحي بها؟ وهل يصدق هذا الوصف على واقع الامه اليوم؟ علل. بعد النمط خلاص، هنا عطاني كاع الحريه، ما كانش سؤال يحبسني. دونك هنا نبدا بالبيت 10 حتى ل 16، ما عنديش كاع حدود. دوك نجبد هادو، ما نحكم هاد الابيات من 10 ل 16، نفليوهم نجبدو منهم كاع الاوصاف اللي كاين تاع الامه تاعو. صح، هاي نبدا. ادعوك عن قومي، هلول مش بيهم القوم تاعو ضعاف، راهم في ازمه. خلاص، ادار رسول الله ان انفسهم ركبت هوى، تبعوا الهوى ها والاهواء. 3 4 متفككين، فقدوا الثقه لبعضهم، ما كانش بيناتهم الصفاء، هذه كاع صفه واحده تقدر تقول. راقدين، رقدوا وغرهم، غرتهم الحياه الدنيا. تركوا الشريعه، شحال لقينا بصفه؟ 5 ولا 6. هاد الاوصاف يا جماعه الخير كاع نلقاهم هنا، بيس كاين 6 تحبس في 4، هنا اذكر 4 كي يكونوا بزاف في العربيه احبس ب 4. دونك هنا نسب الشاعر صفات لقومه، انا ذكرنا ابتعدوا عن الدين وتركوا شريعه النبي صلى الله عليه وسلم الغراء، متفككين متفرقين لا يجتمعون، ليس بينهم ثقه ولا اخلاص ولا، وهكذا كاع الصفات اللي ذكرناها تذكر منها 4. ما الدلاله النفسيه التي توحي بها؟ العاطفة. شتا كي تقول حاجة نفسية غير يقول لك في العربية دلالة نفسية، إشارة نفسية، أي عفسة تلقى فيها نفسية، أعرف بلي راهو يحوس على العاطفة. ما هي العاطفة التي توحي بها هاد الأوصاف؟ أن الشاعر حزين مكتئب قلق من أجل الأمة حريص على إصلاحها إلى آخره. وهل يصدق هذا الوصف على واقع الأمة اليوم؟ وش رأيكم؟ هذا يا سؤال العربية، شوف نبهكم انه هذا السؤال هذا تعلل، اعطي رايك هل هذا يصدق ولا لا. هنا الاستاذ ما يدخلش روحه في راي التلميذ، الراي اللي تمدهولي نحسبهولك برك، واش نحاسبك على التعليل. التعليل لازم يكون من ثقافتك الشخصيه، انتك تقرا شريعه وراك تقرا فلسفه راك تقرا تاريخ وجغرافيا، هاد المواد كاع فيهم ثقافه عامه، استعمل لي هاد الثقافه العامه تاعك وفيدني بمعلومه ماشي موجوده في النص. كي يقول لك علل وذكر رايك الشخصي لازم تعطيني عفسه ما قالهاش الشاعر تاعك، قلتها انت. اذا اعطيتني عله او سبب او برهان او دليل خارج النص نحسبه لك، سواء كنت توافق ام تخالف، كان يقول لي نعم كان يقول لا، في جوج صحاح، المهم يعلله. مثلا تقول له نعم يصدق هذا الامه، وتحكي له شويه على شو صار في فلسطين مثلا، مين جبتها من تاريخ جغرافيا، تقول له شوف القضيه الفلسطينيه مثلا، شوف غزه خلوها وحدها، لاحظت مازال متفرقين صح؟ او تذكر لا قال هذه الصفات زالت والحمد لله والامور تحسنت والدين انتشر والجوامع معمرين والثقافه الدينيه انتشرت مثلا، انت تكون ضد. المهم مد التعليل ديالك، حدد النمط الغالب في القصيده. شوفوا يا جماعه كي تروحوا تشوفوا الفيديو اللي درت على الانماط، عطيت لكم لي زاستيس اللي يجوا بزاف في الانماط، اللي يجوا بزاف في الشعر هما وصفي سردي يعازف. هنا تعاون روحك بالموضوع تاع النص، هاو شوف علي، حدد النمط الغالب، هذا هو السؤال اللي يجي في الباك. 99.999% يحوس على النمط الغالب، ما يحوش على الانماط الاخرى القديمه. وهذا السؤال يجي احيانا، هادو لو يجوا بزاف، حدد النمط الغالب واعطي مؤشرين، هذا سؤال تقليدي في كاع لي باك تصيبو. هذا علل هدايا مين ذاك؟ قلت لي نمط سردي قول لي علاش، قلت لي نمط وصفي قول لي علاش، قلت لي اعازي قول لي علاش. لاحظت واش معناتها علل؟ لماذا؟ شوف واش فيا جماعة، التعليل يكون بذكر الموضوع، يكون بذكر الفكرة العامة. دونك كي يقول لك علل قل له لأنه مثلا قلت لي وصفي، لأنه بصدد وصفي النبي صلى الله عليه وسلم
منزلته ووصف حال أمته. قلت لي سرد لأنه بصدد سرد الأحداث التالية أعطيها لي. قلت لي إعازي لأنه بصدد النصيحة والإرشاد بي واذكر لي باش. هنا يا واضح تماما من الفكرة أنه وصفي لأنه بصدد وصف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة وحال الأمة بعدها بعده. هنا وصفي لماذا؟ لأن ذكرت الفكرة العامة. وراء السؤال بحر. ثم استخرج مؤشرين مع التمثيل من مؤشرات الوصف اللي تعرفوها أغلبيتكم، كثرة الأفعال المضارعة. ها مثلا كنت لاحظ ماشي ما تلقاش كاع الأفعال الماضية، تلقى بصح الفعل الأساسي تلقاها الفعل المضارع، تروي تسقي، ها هو فعل ماضي ذقت، ماشي معناتها ما يكونش فعل ماضي كاع كيكون نمط وصفي، لا، ولكن الفعل المهيمن والمسيطر تلقاه يقول ينضب وهكذا. الفعل المسيطر دائما تلقى الفعل المضارع، كما الصور البيانية، كما الأوصاف، وهو المنزه الأوصاف والأحوال. تقدر تخرج في النمط الوصفي مضاف إليه، تقدر تخرج صفات، تقدر تخرج حال. البناء اللغوي، انسب الألفاظ التالية إلى حقلها الدلالي المناسب. شوف الحقل الدلالي كيحب يجي ساهل شحال هاي، واش قال لك؟ انسب الألفاظ التالية إلى حقلها الدلالي المناسب. شوف الشفاع متفككون، شفاع باش تفكرك عليه من تعود. شوفوا الموضوع تاع النص، قلت لكم الحقل الدلالي دايما يدور على موضوع النص. روح رجع النص تاعك على واش يهضر. هنا يهضر على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، هنا يهضر على حال أمته. الحقل الدلالي حيكون واحد فيهم ولا في زوج، غال علاش؟ باسكو الحقل الدلالي هو مجموعة من الألفاظ زعما كلمات تدور تخدم موضوع النص. دوش الحقل الدلالي الشاعر يحشد مجموعة من المصطلحات من الألفاظ حتى يخدم موضوعه باش يديفلوبي السوجي تاعو. دونك هادو الكلمات منين جابهم؟ من النص. مادام جابهم من النص حيهضروا يا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ومنزلته، يا على الأمة تاعو حالتها، ما يقدرش يكونوا حاجة أخرى، لأن هذا هو الحقل الدلالي تاع النص قبل ما نلحق للسؤال هذا على بالي به. الشفاعة شكون؟ النبي. متفككون الأمة. منزه شكون؟ النبي. رقدوا الأمة. السقاء شكون؟ النبي. ظلموا الأمة. البيضاء شكون؟ النبي. الضعاف الأمة. لاحظ اللي كاين حقلين دلاليين، تقدر تقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية الحالة الاجتماعية للأمة أو أمة الأمة الإسلامية، حالة الأمة الإسلامية. دونك الحقل الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحقل الثاني هو الأمة الإسلامية. أعرف بالكلمتين التاليتين إعراب مفردات. تقدر كي تحصل توسع. شوف هو ما قالناش بلي كاين لفظين حقلين عفوا، ولكن حنا فقنا من خلال الكلمات أنه كاين حقلين، وتقدر توسع تقول حقل ديني حقل اجتماعي إلى آخره. أعرب الكلمتين التاليتين إعراب مفردات الطوى الواردة في البيت رابع، أعطاها لنا بلا ما نرجع النص. ذقت فعل ماضي والتاء فاعل، في الدنيا جار ومجرور، دونك هذه شبه جملة اعتراضية. الطوى فعل فاعل، واش خصو؟ خصو مفعول به. شت في الباكالوريا يقول لك عرب لي مفعول به، مشيت بهديلة وانتم تقولوا الإعراب صعيب، ولكن واش فيه دائما في الباك هكذا يا جماعه؟ فيه اعراب تقديري. شوش كاين الفتحه تاع المفعول به ما كاجها، الطوى راهي مقدره، علاش منع من ظهورها؟ التعذر. الف احفظ الف تعذر واو يا ثقل. الطوى مفعول به منصوب بالفتحه المقدره على الالف، منع من ظهورها التعذر، كنت اديت فيها 0.5. ومادحا في الوارده في البيت التاسع، ما جئت بابك مادحا كيف مادحا. شوفوا كي تكون في البكالوريا كلمه منصوبه راح تبداو تشكوا بين حال وتمييز. هكا عندنا واحد الدرس اسمه الفرق بين حال والتمييز، كيفاش تبي تفرق بيناتهم؟ السؤال كيف، والتمييز سؤال ماذا. ما جئت بابك كيف مادحا، ماذا مادحا كيف، طلعت عليه كيف. حاجه ثانيه، الحال تلقاه شيء معنوي، والتمييز تلقى شيء مادي ملموس. اشتريت 20 كتابا، كتاب حاجة ملموسة. مادحا هي صفة معنوية، دونك هذا راهو حال منصوب.
ها حال المنصوب ويقول لك القواعد واعرة، اعرب ما يلي اعراب جمل. هذا نرجعوا لها الجمل، لازم نلقاوها في الجملة تاعها. وراه الجملة هاي لك، شوفوا قلت لكم كي يكون عندكم جملة ما بين قوسين روح شوف ما سبقها من الأدوات. نروح نرجع ديريكت لهنا نحوس كاش ما يلا. ها شوفوا نحوس أدار رسول أن وإن من أخوات إن، لواش دير تنصب الاسم وترفع وخبر، ولا ما عندهاش خبر هذه الشيء راح تخرج لي خبر ديالها. أن نفوسهم ركبت، أن نفوسهم ركبت. دونك هذه واش راهي جملة فعلية في محل رفع خبر أن. علاش؟ خاطر كي نلقى أداة، كي نحوس قبل جملة نلقى أداة صوفيت صاي سهلة تولي جملة سهلة. وين كاين أدوات كاين إعراب سهل. هاي الجملة الثانية نلنا بها، واش نروح ندير ديك نحوس كش أداة من قبل. ظلموا شري التي، فاش تفكركم بالتي اسم موصول ماكوش كاين بعدها صيلة الموصول لا محل الإعراب. كل باك طيح لنا صيلة الموصول، ما حبوش يكرهوا، كل باك يعاودوا لنا صيلة الموصول لا محل لها من الإعراب. خلاص الإعراب واعر، شوف شحال واعر الإعراب يقتل. لا حدد نوع الأسلوب الوارد في البيت الحادي عشر وبين غرضه البلاغي. هاي نروحوا البيت الحادي عشر نشوفوا هذا وين راه. أدرى رسول الله أن نفوسهم همزة الاستفهام، نورمالمون يديروا علامة استفهام. هاي دونك الأسلوب إنشائي نوعه استفهام. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواها. دوك الغرض البلاغي من خرجوا من المعنى ديالها وش يقصد بها، هذا وش معنى الغرض البلاغي، وش حب يقول بهذا السؤال. هل لو حاب يحوس على جواب؟ لا مش حوس على جواب، جواب عنده. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها، هنا هو يتحسر على حال الأمة، الشكوى والحسرة على حال الأمة، هذا هو الغرض البلاغي. ومن بعد استخرجت سورتين بيادينتين واردتين في صدر البيت الثالث عشر وصدر البيت الخامس عشر صح 13 15 قال لك 13 15 صدر يعني هذا والعجوز هذا. راقدوا، هذه راك خرجت لنا راقدوا. وش يقصد براقدوا هنايا؟ يقصد غفلوا، ما يقصدش راقدوا. هذا ما دامت شيئا ممكنا نقول عليها كناية، لأن الكناية تدور في الممكنات والمجاز يدور في المستحيلات في الخيال. ما دام الناس يقدروا يرقدوا، انسان يرقد لما يرقدش، يرقد من صفات اصليه في الانسان، ممكن نقولوا كنايه عن صفه الغفله ما نقولوش مجاز. دونك هذه كنايه عن صفه الغفله. وبيت 15 مشات الحضاره، ها باينه تعيط الحضاره تمشي، ها ما تمشي كل يمشي احنا نمشو ما غير كي دوكا كورونا انا قاعدين في الدار ما نمشو ما والو. قتلنا الديكوطاج. مشيت الحضارة استعارة مكنية، خلاص واضح هنايا البلاغة ديالها تشخيص، لأن الحضارة ما تمشيش فرجحها كأنها شخص يمشي، وهذا تشخيص المعنى في شكل محسوس. وهنا رقدوا توضيح المعنى فقط وتقويته وزيادة المعنى جمالا، هذه البلاغة على الكناية. حدد الأسلوبين باش ما نزربوش باش ما نطولوش إن شاء الله في هذا الشرح. استخرج صورتين بنيتين انتهى. أدرس البيت الرابع دراسة عروضية وسمي بحره وحدد قافيته. ثالثا التقويم النقدي، اكتب التقييم حبوا يبدلوا زعما من ذاك هو صحيح على كل عام شي غلط. أحمد شوقي من رواد النهضة الأدبية تتلمذ على فحول الشعراء وتأثر بشعرهم إلى حد المحاكاة. النهضة الأدبية راهي جاية سوا سوا مر عصر الضعف والانحطاط، جاء عصر النهضة، هادو هما اللي طلعوها بالشعر خاطر الشعر كان ميت. تتلمذ على فحول الشعراء، كبار الشعراء يعني متلاقاش بهم بالصح، تأثر بالشعر ديالهم وحاكاهم، حاكاهم معناتها عاندهم قلدهم سي يدير كيما هما. يحكم مثلا أبي تمام ويسي يدير كيما هو، يحكم المتنبي ويسي يشعر كيما هو، أبي العلاء المعري وهكذا، حتى وكأنه صار تلميذه والحق لحقه في المستوى. إلى أي مدى يعكس النص ذلك؟ هل النص هذا سؤال شوية صعب يا جماعة، يطلب ثقافة عامة صراحة من ذاك يديروها كسؤال في التقويم النقدي خرج من القصب. هل هذا يعكس في النص؟ نعم، لأن النص تاعنا هو محاكاة تانيك، محاكاة لأي شيء، محاكاة القصيدة لمعروف بالمديح النبوي والبوصيري، عنده قصائد همزية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمية وعنده بائية، هي هذه القصيدة هي محاكاة لقصائد البوصيري، قولها نظريا محاكاة لهمزيات
البوصيري. وراه راح. ما الاتجاه الادبي اللي يمثله احمد شوقي؟ احمد شوقي من مدرسه الاحياء والبعث، ولا تقول مدرسه كلاسيكيه، ولا تقول المحافظين المقلدين، هذو كاع صح. الذي يمثله احمد شوقي في هذا العصر يمثل هذه المدرسه التي تهتم بتقليد القدامى واحياء تراثهم ومحاكاتهم واحياء كل ما هو قديم من تراث العرب الشعري او الادبي عموما. اذكر رائدين من روادها، من معروف هو البارودي، هو مؤسس هذه المدرسة، معروف الرصافي، حافظ إبراهيم إلى آخره. ما الجديد الذي أغنى به الشاعر مائدة الشعر العربي؟ الرواد الكلاسيكية هم مقلدين، ولكن الجديد في الشعر ديالهم أنهم اعتنوا بالصور البيانية، لهذا كاين اللي يسميهم بمدرسة البيان. علاش مدرسة البيان؟ لأنهم جابوا جديد في الصور البيانية. صح صراحة، صح كي تحكم احمد شوقي تلقى الغرض الشعري تاعو قديم مطروق من قبل، يعني هضروا عليه من قبل، كما هنا القصيده تاعو دي محاكاه للبوصيري، ولكن اذا تاملت في صوره البيانيه تلقى فيه البراعه في الخيال، خيال جديد ما استعملوش من قبل، يستعمل التشخيص والتجسيم وتراسل الحواس، هذه يسموهم الصور الشعريه. هنا البراعه تاع الكلاسيكيين، هنا البراعه تاع القوه البلاغيه عند هذا المدرسه. لهذا الجديد هو الصور الشعرية والبراعة في استعمال الخيال والبراعة في استعمال الصور البيانية عند هذه المدرسة. هذا شيء جديد. الشيء الجديد اللي جابوه أنه أحيوا الشعر بعد موته، أحيوا الأدب العربي، لأن قبلهم كان عصر الضعف والانحطاط. الأغراض الشعرية هذه كانت انقرضت خلاص، الأغراض تاع العصر الجاهلي والأغراض تاع العصر الألوي والأغراض تاع العصر العباسي كلها انقرضت. هما واش داروا؟ عاودوا حيوها، أحيوا شعر الحكمة، أحيوا شعر المنفى والغربة، أحيوا الأشعار الدينية، أحيوا كل الأغراض الشعرية القديمة. من هذه الناحية جابوا جديد، هذا هو القليل من التجديد اللي فيهم، لأنها مدرسة ماشي مجددة، مدرسة مقلدة. أحيوا بعض الأنواع السياسية اللي يسموها شعر الحماسة، لأن أحمد شوقي والبارودي تكلموا على، خاصة كي كانوا في المنفى تكلموا في السياسة، لأنه كان يواجهوا حكومة نفاتهم تخاط عليهم. وأحمد شوقي وصل بالاستعمار الفرنسي لسوريا في وقته، فرنسا استعمرت سوريا، واجه فرنسا بقصائد سياسية تعتبر من أغراض القديمة الحماسة، ولكن هذا شيء من مظاهر التجديد عند هذه المدرسة. هذا هو كل شيء جماعة الخير، أرجو أن يكون هذا الشرح مفيدا، وبالتوفيق إلى تطبيق جديد بحول الله.